خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني وصل لعشرين ألف مواطن، ومن المتوقع كمان أن يصل العدد من ما تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الحالي إلى 500 ألف مواطن. أشارت أنه من المتوقع توريد شحنة أولى لقاح استرازينيكا بواقع 5 مليون جرعة بحلول نهاية الشهر الجاري شهر مارس. من خلال تحالف كوفاكس من المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو اللي جاي إن شاء الله. أضافت كمان الوزيرة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم. وفيما طبعا يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول لاستخدام لقاح أكسفورد استرازينيكا، قالت الوزيرة أنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فإن دول قليلة قامت كإجراء احترازي بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاحات الموزعة في أوروبا. وإن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أضافت خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن استرازينيكا لقاح ممتاز مثله مثل اللقاحات الأخرى اللي بيتم استخدامها، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه. حقيقة احنا محتاجين ان احنا نطمن على وضع بلدنا يعني في استخدام اللقاحات، وأيضا كمان يعني الحقيقة الأرقام برضو بتزيد كل يوم عن يوم في تسجيل وزارة الصحة لأخذ اللقاح من أهالينا. دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور عبد الهادي تحياتي لحضرتك. أهلا يا أستاذ آية. لو يعني محتاجين نستثمر خبرة حضرتك يعني المشكورة ونتكلم على اللقاحات والإشاعات اللي هي خاصة بيها والتخوفات، أكيد طبعا حضرتك عارف أن في ناس كتير قوي يعني أول ما بتسمع كلمة لقاح بيجي لها كده تخوف أنه ممكن لا قدر الله يكون في مضاعفات أو حاجة. جهود البلد عندنا أخبارها إيه في اللقاحات، والتخوفات برضو أخبارها إيه؟ هو يعني التخوفات كانت مشروعة قبل بداية اللقاح، قبل بداية أخذ اللقاح، لأنه يعني كان في كلام وبيل جيتس وحاجات يعني حاجات كده بتخوف الناس إن دي مؤامرة يعني. لكن النهارده مثلا أصبح التطعيم بتاع فايزر وباينتك والتطعيم بتاع موديرنا والتطعيم الصيني يدوع عشرات الملايين. فيعني لما يجي على تطعيم، يعني انا هتكلم على جزئيه مش عايز الناس تاخدها على التطعيم كله. لا يعني احنا لما يجي 22 دوله توقف اللقاح بتاع استرازينيكا مؤقتا، الاتحاد الاوروبي يقرر هذا، يبقى لابد ان احنا برضو ننتظر ونتريث ان احنا ندي هذا اللقاح للناس دلوقتي، لانه يعني ما دام في كويشن مارك او علامه استفهام، احنا عندنا القدر الكافي من العلماء اللي يستطيعوا ان هم يمسكوا الحالات دي ويدرسوها ويشوفوا هل هناك علاقه سببيه تحت دي خط بين اللقاح او اخذ اللقاح وتقصر الدم او تجلط الدم. اذا كان هذا موجود يبقى اللقاح فيه مشكله. لكن لما اجي انا اعمل بحث عن مثلا حوادث السيارات، يعني ما بقولش ان من ضمن حوادث السيارات دول ناس كان عندهم كوليسترول عالي او جلطه في القلب او بدر او ما بقولش كده، لان انا بثبت العوامل الاخرى وباخد العامل السبب اللي هو تسبب في الموت. فانا يعني اميل الى ان احنا نشوف الجزئيه دي الهدوء، نهدى بس لحد ما نشوف الدنيا رايحه لفين. طيب دكتور عبد الهادي، يعني الحقيقه برضو في سؤال بيطرح في أذهان الكثير، يعني إحنا بنسمع عن لقاحات، كل دولة بتجتهد وبتطلع لنا كده لقاح وبالتالي بتثبت 70% 50% 80% إلى حد ما يعني. طيب هو في لحد دلوقتي نقدر نقول كده بصوت عالي كده وبقلب جامد
ان في لقاح او علاج مباشر وصريح وواضح لفيروس كورونا، ولا كل دي تجارب لسه؟ لا ما اقدرش طبعا. ما نقدرش. ما عشان كده في تخوفات يا دكتور عبد الهادي. معلش بس هو انت عندك يعني بلاش ناخد فول اور نان، يعني يا كل حاجه يا ما فيش خالص. احنا بناخد الحاجه اللي هي، ما هو احنا بنتعامل مع فيروس جديد يا جماعه. يعني اللي حضرتك شايفاه دلوقتي من التجارب العمليه والحاجات دي كلها، انه وقف علشان وقف علشان في تظلط في حاجات، ده كان بيحصل بس في التجارب، يعني قبل ما يحصل ابروفل او موافقه على الدراج ده او الفاكسين ده. لكن المفروض بقى انه احنا ك دلوقتي في وباء عالمي، لا نستطيع ان احنا نقف مكتوف الايدي. دلوقتي في عدد من اللقاحات الى حد كبير جدا مفيده، ويعني ما زلنا في انتظار النتائج بعد كده. طب ما هو في سؤال تاني ممكن تقول ان الفيروس بيتحور، وبالتالي اللقاحات دي لما اتعملت كانت في مرحله معينه من التحوير اللي خاصه بالفيروس، طب مع تطوره بقى تم تجريب الجزئيه دي على ثلاث سلالات اللي موجودين. طبعا ده كلام منطقي جدا لحضرتك. تم تجريب الجزئيه دي، ولما بيحصل هذا التحور، يعني لما بيحصل تعديل في الفاكسين، بيبقى يعني ما هواش بيج ديل قوي، لانه اذا كان الفاكسين ده كويس، يعني الانفلونزا ما بتتعدل كل سنه وما فيش مشاكل وما بتاخدش وقت، يعني ممكن في خلال 90 يوم يطلعوا. طب ما ده يخليني بقى اسال حضرتك على سؤالي الاخير معاك يعني دكتور عبد الهادي. الموجه الثالثه بدانا كده ان احنا نشوف تحذيرات منها، الكلام ده ايه صحته؟ ما نقدرش نقول ان احنا، طبعا في احتماليه يكون في موجة ثالثة وبدأت في بلاد ألمانيا وغيرها، لكن النقطة إن كل ما يعني إحنا دلوقتي في مرحلة تطعيم أو فاكسين، كل ما إحنا زودنا عدد الناس اللي هي محصنة، كل ما المرض هيقل انتشاره، أو على الأقل هيقل الوفيات بتحدث نتيجه ليه، يعني الاعراض الخطيره بتقل. من هنا بنقول انه هذه الجزئيه يعني بنتركها الى يعني ان احنا يعني بعد كده نتابع ما يحدث، لانه الموضوع ما انتهاش. اما الموجه الثالثه فهي يعني قابله جدا لانها تيجي، لكن ما اقدرش اعتبر ان الاعداد اللي حضرتك او اللي وزاره الصحه بتقولها دي يعني الذروه مثلا، لو لا قدر الله جت لنا الموجه الثالثه، ممكن تكون على شهر مايو برضو زي السنه اللي فاتت في الموجه الاولى، ولا تبقى ايه؟ ربنا يستر، لان انا يعني سلوكيات الناس ما زالت هي العنصر الاهم في الوقايه. كورونا كان جاي لك رمضان وجاي لك اعياد، صحيح، تجمعات، فكل ده بيقلق طبعا، يعني لان الناس كمان يعني في بعض الناس زهقت، بعض الناس واخده الموضوع باستهتار. لا يعني ما لا، ومش استهتار خالص، مش استهتار خالص. ربنا يحفظنا جميعا. ربنا. دكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يخفف علينا هذا الابتلاء، وفي يوم وليله كده يعني ما لقاهوش في العالم هو القادر، يعني بعيدا بقى على اللقاحات والعلاج والكلام ده كله، سبحانه يعني ربنا يخفف عنا هذا الابتلاء.